اهلا وسهلا بيكم، معاكم كريستينا صامويل من شركه ام توين للتسويق والاستثمار العقاري. النهارده جاي اتكلم معاكم عن اعلى مدينه راسيه موجوده في افريقيا، اطول تاور موجود تابع للقطاع الخاص موجود في مصر، ثالث اطول تاور في افريقيا، كمان بنتكلم تاني اطول تاور في مصر بعد البرج الايقوني. جاي اتكلم معاكم عن مين النهارده، جاي اتكلم عن نايل بيزنس سيتي. نايل بيزنس سيتي التابع لشركه النيل. شركه النيل كنا اتكلمنا بالتفصيل قبل كده عنها في فيديو خاص بالمشروع بتاعهم الاول داخل العاصمه الاداريه الجديده، وسيرتي وان نورث، هتلاقوا اللينك بتاعه اسفل الفيديو لو حابين تعرفوا اكتر عن الشركه دي. طيب احنا بنتكلم شركة بقالها أكتر من 15 سنة، فالناس دي لما حبت تنزل بمشروع جديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة قررت تكون زوان. يعني إيه زوان؟ لما نيجي نبص على لوكيشن نايل بيزنس سيتي هنلاقي إن هو موجود في قلب النهر الأخضر، بمعنى إنه هو يتوسط منطقة الأبراج السياحية الموجودة في الداونتاون وسط البلد الجديدة. هنلاقي ان هو موجود في قطعة الارض الميو 32. لما نيجي نبص الابراج السياحية دي عبارة عن 21 تاور، هو بيتوسطهم 20 تاور على ايده اليمين والشمال، وهو موجود في النص باعلى تاور ارضي و50 دور بارتفاع 233 متر. لما نيجي نبص على مساحة الارض، احنا بنتكلم في مساحة ارض اعلى من 7 فدان، النسبة البنائية فيها اعلى من النسبة البنائية في البرج الايقوني، بنتكلم في 5.5 فدان. المشروع نفسه سكيله كبير جدا، هيكون فيه تجاري واداري وسكني، لكن المرحله الاولى دلوقتي عليها حجوزات حاليا هي الاداري. نتيجه لسكيل المشروع الكبير كان اول التعاقدات في شركاء معاهم في المشروع كاداره تشغيل للمشروع واداره مرافق. احنا بنتكلم تم التعاقد مع شركه سي اف ام. شركه سي اف ام ده مش اول تعامل معاهم مع شركه النيل، كانوا تعاقدوا مع بعض في 31 نورث، ده تاني تعاقد معاهم فيه. شركة سي اف ام من اكبر الشركات الادارة المرافق الموجودة في مصر، تكون مسؤولة عن ادارة التكييفات والكهرباء، بنتكلم عن ادارة الصيانة اللي داخل التاور نفسه، من ابرز المولات ومن ابرز المباني الادارية اللي كانت ماسكها سي اف ام كادارة تشغيل وادارة مرافق. احنا بنتكلم عن كايرو فيستيفال، مول مصر، بنتكلم عن فروع ايكيا الموجودة داخل مصر. طيب ايه عندنا تفاصيل حتى الان ظاهره عن التاور نفسه؟ احنا بنتكلم مساحات الاداري في المرحله الاولى، بنتكلم من 33 متر كستارت مساحات، ستارت اسعار من 44,500 بعد الخصم. كلمونا على الرقم الظاهر على الشاشه عشان تلحق تستثمر في اول واكبر تاور مطروح حتى الان موجود في العاصمه الاداريه الجديده. لو حابين تعرفوا اكتر، في تيم كامل هيساعد حضرتك في اختيار الوحده المناسبه للاستثمار والسكن. والايام اللي جايه هتظهر تفاصيل اكتر عن المشروع، لو حابين تعرفوها كلمونا على الرقم الظاهر على الشاشه وهيوصلك كل تفصيله بتظهر معانا عن المشروع. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على القناه عشان يوصلك كل جديد من شرح مشاريع جديده للعاصمه الاداريه الجديده.